السلام عليكم ورحمة الله السادة الزملاء الأعزاء أبناء الطلبة. في بداية الحلقة أرحب بكم وأتمنى لكم يعني عام سعيد. وفي البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا دكتور همام محمد شرشيرة، أستاذ أمراض الدم والتحاليل الطبية مع البحوث الطبية جامعة الإسكندرية. عندي خبرة أكثر من 35 سنة في مجال أمراض الدم والتحاليل الطبية، وأجريت أكثر من 40 دورة لابوراتوري هيماتولوجي في مصر وخارج مصر. ودلوقتي عملنا هيماتوتيوب علشان نفيد أكبر عدد من المهتمين، لجميع المهتمين بمجال الهيماتولوجي والتحاليل الطبية. ليه؟ علشان نعرفهم إزاي يفحصهم الأفلام، وقبليها ازاي يفردوا من الافلام ويصبغوها صبغه كويسه قوي، ويفحصوا من الفيلم كويس ويكتبوا عليه كومنت عشان يوصلوا للبروبر دياجنوزيس. الغرض او الهدف من الهيماتوتيوب هو اللابوراتوري اسبيكت اوف هيماتولوجي، بالاضافه الى بعض النقاط المهمه ككلينيكال اللي بتفيدني في التشخيص. والتركيز الأقوى يبقى على الهيماتومورفولوجي، إزاي نفرق ما بين خلية وخلية والوصف لكل خلية، وبعض التركات إزاي نعرف نفرق ما بينهم. الحلقات هتبدأ هنقوله وهنبدأ لمين؟ نبدأ من البيجينرز اللي هم لسه طلبة أو لسه ناس متخرجين داخلين في مجال التحاليل الطبية، فلازم يعرفوا من الأول البيزك هيماتولوجي، يعرفهم الفرق ما بين الخلايا وازاي يصبغهم وكده. فده هيبدا الاول، ده مهم جدا لجميع المهتمين بالهيماتولوجي، ان لازم الحلقات بتاعت البيزك هيماتولوجي يهدموها كويس قوي علشان نقدر بعد كده يستوعبهم اللي هو الكورس اللي بعديها او الحلقات اللي هي بتاعت ادفانسد هيماتولوجي. بعديها كمان لما يبقى المستوى كويس ويبقى في يعني تقدم، يبقى في حاجات اسمها هايلي ادفانسد للبروفيشنال. هذا بالاضافه الى كل مجموعه حلقات بنعمل نجيب كيس بريزنتيشن لها علاقه بالمواضيع اللي احنا اخذناها، وبرضك بنعمل شويه سيلف ايفالويشن علشان يبقى في انتر اكشن بيني وبينكم ويبقى في كوميونيكيشنز، وكل طبعا ايه على حسب ايه قدرته وتخصصه. كل حلقه هتبدا في الاول نبذه عن الموضوع اللي احنا هنتكلم، مستعينا باللي هو المالتي ميديا سواء الباوربوينت او الجوريزما او بعض فيديوز. يليها طبعا نمسك ميكروسكوبيكال اكزامينيشن لايف. ليه بقى دي الحاجه دي الجديده اللي عملناها؟ لان انا لاحظت في كثير من الدورات اللي كنا بنشوفهم صور، يعني صور من اطلس او صور من تكست بوك، فالإنسان بيتعود على منظر معين من هذه الخلايا، ولكن لما يجي في الحقيقة يفرد فيلم يتفرج عليه بصبغة معينة غامقة شوية، فتحة أو مضغوطة شوية أو مفرودة قوي، تبص تلاقي يبقى مش عارف يفرق ما بينهم. المرة دي كل الأفلام أو كل الصور اللي احنا بنشوفوها داخل الحلقة هنشوفوها لايف، نشوفوها مع بعض ونعمل عليها كومنت مرة في التانية في التالتة، يبقى خلاص نعرف ايه نعمل كومنت كويس عليها. بعد كده بنعمل مثلا كيس بريزنتيشن قلنا، والهيماتولوجيكال اكسبيرينس في بعض الحلقات هنيجي تبقى كلها لابوراتوري تيست. يعني بمعنى ايه؟ ممكن نعمل حلقه على اللي هو ستيننج، ازاي نعمل ستيننج لبلاد فيلم كويس، وممكن نعمل كومبس تيست، ممكن نعمل سيكلينج تيست، اوزموتيك فراجيليتي، بعض الحاجات اللي هي ايه مهمه جدا تفيدني في تشخيص بعض امراض الدم. اول حاجه لما يجي ندخل في مجال الهيماتولوجي، اول تحليل في الهيماتولوجي هو الكومبليت بلاد بيكتشر او فول بلاد بيكتشر او السي بي سي. طيب ليه هو ده بيهتموا بيه؟ لان ده بيعتبر اللي هو المونيتور سكريننج تيست فور ذا دايجنوزيس اوف ميني ديزيز. اي تشيك اب بيتعمل لازم يتعمل فيه اول حاجه ايه؟ يكتبوا سي بي سي، بيبين لي الدفاع عنده النيتروفيليا، عنده انيميا، عنده كذا اي، فكل ده عباره عن سكرين تيست. كذلك مونيتور ذا افكت اوف دراجز اند راديشن ثيرابي، اي واحد بياخد كيمو ثيرابي او راديو ثيرابي لازم يتعمل له. كذلك الافكت اوف تريتمنت، لو انا واحد عنده انيميا واخد تريتمنت هل بتزيد ولا بتسوء؟ كذلك ثرومبوسيتوبينيا وهكذا، عنده انفكشن بيزيد الابيض او بيقل، فده مهم جدا. طيب لما يجي نتكلم على السي بي سي، السي بي سي احنا هنا بنتكلم على المانيوال، لان فيه
هتبقى حلقات مخصوصة على اللي هو اوتوماتيك سيل كاونتر، ونشوفهم ايه بقى المشاكل اللي ساعات واحد بيعتمد على اوتوماتيك سيل كاونتر بدون ما هو يتفرج على الخلايا وهي مسبوغة تحت الميكروسكوب. طيب الخلايا ده لما نعمل كومتر سي بي سي لازم نعمل على اربع حاجات. اول حاجة اللي هو ريد بلاد سيلز المورفولوجي بتاعها، دي هتبقى مجموعة من الحلقات، وكذلك اللي هو وايت بلاد سيلز، ونتكلم عن توتال اكسيتيك كاونت، ديفرنشال اكسيتيك كاونت، وكل سيلز شكلها ايه، وكذلك البليتلت كاونت، ولو كان في ابنورمال سيلز، هل في اماتور سيلز، في ابنورمال سيلز، كل دي لازم نعمل عليها كومنت. في البدايه احنا هنتكلم على البلاد ليكوسايتس، على اساس ان في ناس كتير قوي بيبقوا مهتمين عايزين يعرفهم ازاي يفرقوا ما بين الخلايا البيضاء اللي هو نيوتروفيل ليمفوسايت ايزينوفيل مونوسايت بيزوفيل ستاف، فيبقى احنا نتكلم فيها. لما نتكلم على البلاد ليكوسايتس في عندنا كذا نقطه لازم نتكلم فيها. اول حاجه التوتال ديفرنشال ليكوسايتك كاونت والابسولوت اند ريليتيف كاونت، والديفرنشال ليكوسايتك كاونت سواء كان في الادلت او في التشيلدرن، وكوركتد ليكوسايتك كاونت. طيب توتال ليكوسايتك كاونت ده هو ايه الفاكتور افكتنج اللي هو توتال كاونت؟ طب دي مهمه، مهمه قوي، لان انا دلوقتي لما بيجي لي واحد عنده فيسيولوجيكال، انا كاتب امثله هنا فيسيولوجي، يعني واحد جاي يعمل تحليل وجاي بيجري جاي يطلع السلم بسرعه وانت بتعمل له التحليل، عارفين ان دي ممكن يزود عدد الدم الابيض قد ايه؟ الدبل، يعني لو كان هو 6000 ممكن يوصل ل 10000 12000 اللي هو طالع بينهج. عشان كده لازم لما تلاقي واحد جاي عرقان وجاي متوتر، وخاصه الاطفال لما بيبقى ايه بيعيطوا وبيصرخوا وبيكتفوهم كده، فممكن يديله لوكسيتوزيس، ويبقى ساعات ميس دايجنوز يقول لك ان ده عنده ابندسايتس او عنده كذا، فلازم يهدى وبعدين ناخد التحليل. كذلك نورمال فاليوز في ادلت والبيدياتريكس، هل في فرق؟ البيدياتريك بتبقى العد بتاع الابيض بتاعهم ممكن يوصل ل 10 ويبقى ده نورمال، و11 وخاصه لو نيونيت 12 ممكن يبقى ايه نورمال. طيب الديفرنشال ليكوسايتك كاونت دي هنجيبها ازاي؟ في هنا نقطة أنا بقول عليها، في ناس كتير قوي بيدخلهم دلوقتي في الجهاز اللي هو السيل كاونتر ويقول لك أنا خلاص أنا طلعت إيه السيل كاونت، طلعت إيه الديفرنشال التوتال اكسيت كاونت كام، وعملت الديفرنشال طلعت مثلا نيوتروفيل 60 والليمفوسايت كذا، والميد هنعرف لما نيجي نتكلم سيل كاونتر بالتفصيل إيه الأخطاء اللي بتيجي معاها كده. طيب ايه الفاكتور؟ يبقى فيها هل في مانوال فيرسس اوتوميتد؟ ايوه في فرق كبير جدا، لان خاصه في 3 بارت منطقه الميكسد او الميد اللي في الوسط دي تحوي حوالي 10 انواع من الخلايا، البلاس بروميلوسايت ميلوسايت ميتاميلوسايت والابنورمال من نيوكلير وهيري سيل، وكل الخلايا دي كلهم هيخشوا على انهم ميد، فانت يميس كل الحاجات اللي زي ديت. طيب يبقى احنا لازم ان احنا ايه لازم نفرد فرده كويسه ونصبغ، وهنتكلم طريقتها. طيب فاكتور افكتنج ديفرنشال كاونت ايه هي؟ لو انا بعمله في الفيلم سبريدنج، لو واحد فرد فرده وحشه هتبص تلاقي ممكن يخلي كل الخلايا موجوده في الاخر، وتلاقي يبقى لو عد في النص يطلعهم ليمفوسايتوزيس، بره يطلع ايزينوفيليا او مونوسايتوزيس او نيوتروفيليا. كذلك الاستورج، الاستورج انتوا عارفين لو واحد اخذ العينه الصبحيه وسابها لغايه بالليل يحصل ايه؟ ان النيوتروفيل كتير منها بتتكسر، فبالتالي يبقى في عنده ليمفوسايتوزيس، فدي مهم جدا ان احنا نعرفها. طيب في ابسولوت وريليتيف كاونت، احنا يهمنا ايه؟ الريليتيف ده علشان بنشوف انا بالبرسنتج بتاعنا قد ايه ونضربه في التوتال يطلع لي الابسولوت، يبقى دي قاعده مهمه جدا. اي واحد يكتب عليه نيوتروفيليا او ليمفوسايتوزيس او بيزوفيليا او مونوسايتوزيس بتعتمد على الابسولوت كاونت وليس الديفرنشال كاونت، ودي حاجه كتير قوي بنشوفها، يقول لك ايه الدي عنده 8% ايزينوفيل اعمل له ايه مثلا فاشوله او اعمل له الرجي وكذا، اقول له طب هو التوتال اكسيتيك كاونت كام؟ يقول لي التوتال اكسيتيك كاونت بتاعه كان 5. طب 5 في 8 5 في 8 يطلع ايه 400، يبقى 400 خليه. احنا الابسولوت كاونت الايزينوفيل كام؟ 500، يبقى ده ما يطلبلوش، يبقى ده العبره بايه؟ بالابسولوت. هنا هنبدا اول خليه النهارده هنتكلم عليها بس، وبعد كده هنتكلم بقيه الخلايا. النهارده هنتكلم على نورمال ماتيور ليكوسايتس. عشان ندخل على النورمال ماتيور ليمفوسايت او اي خليه في الجسم لازم في عندنا بارامترز ان احنا بيحدد لنا ازاي الخليه دي
نوصفها. اول حاجه السيل سايز حجمها كبيره صغيره متوسطه مايكرون، ودي في بعض الخلايا بلا اهميه. السيتوبلازم سواء الكالر او جرانيولز، كذلك النيوكليس بردك ليها الشيب والنيوكليولس وحاجات كتير قوي منها. كل دي احنا بس بنقول البارامترز دلوقتي عباره عن كولكتيفلي كده، ولكن لما نيجي نخلص كل خلايا الديفرنشال اللي هو الماتيور والاماتيور، هنتكلم بقى الميزان ده هوت اللي هو سيلر ديفرنشال بالانس، هنتكلم بقى في جداول نفرق ما بين الخلايا بينها وبين بعضها، وهيبقى ده الجدول ده مهم جدا بالتفصيل. طيب الليكوسايتس احنا لما نيجي قسموها العلماء قسموها زمان الى ايه؟ الى نوعين، جرانيولر او نان جرانيولر. ولقوا ان الجرانيولر دي بتبقى النواه بتاعتها متحززه فبيسموها سيجمنتد او نان سيجمنتد. الكلام دوت لحد ما مش صح قوي، ولكن ده خلاص اعتبر النواه دي يعني ايه السيجمتا يعني ايه بقى خلاص قاعده. ليه؟ لان في عندك هنا مثلا نان جرانيولر قال لك لينفوسايت مونوسايت، ولكن انا لما ببص في لينفوسايت بيبقى فيها جرانيولز، والمونوسايت لها فيها جرانيولز، ولكن الغالب بتاعها خلاص ان هي اجرانيولر. طيب يبقى احنا عندنا يبقى جرانيولر ليكوسايت اللي هي نيوتروفيل بيزوفيل وايزينوفيل، والتانية نان جرانيولر اللي هو لينفوسايت مونوسايت. طب ليه نسموهم الاسم ده؟ لان الجرانيولز دي بتحتوي على ايه؟ انزيم. الجرانيولز بتحتوي على انزيم، والانزيم دي اما تبقى فيه اسيدك او الكالين، فلو كانت هي الكالين او بيزك تبقى اسمها ايه؟ تاخد الصبغه فبتبقى اسمها بيزوفيليك، بيسموها بيزوفيلز. لو كانت اسيدك يبقى بتاخد الاسيدك داي فبتبقى ايه؟ اسمها ايوسين، اللي هي الاسيدك داي ايوسين فتبقى ايزينوفيل. اما النيوتروفيل بتحتوي بوث تايبس اوف جرانيولز، واحد في يحتوي على النيوتروفيل اللي هو الاسيدك والتاني على الالكالين فبتبقى اسمها متعادله، تبقى اسمها ايه؟ نيوتروفيلك. هنتكلم على النيوتروفيل دلوقتي وحاطط جنبها نيوتروفيليا. ليه؟ لان معظم الافلام اللي انا جايبها لكم عشان تشوفوا اكبر عدد من الخلايا في الفيلم، فانا جايب لكم افلام بتبقى فيها نوع الخلايا اللي انا بتكلم عليه كتير. فاحنا بدل ما نجيب نيوتروفيل مثلا عددها قليل، لا احنا بنجيب حالات نيوتروفيليا عشان نشوفوا اكبر عدد، بدل ما نشوف 10 20 30 نشوف مئات. فدي مثلا عندنا دي النيوتروفيل بتحتوي من 3 الى 5 سيجمنت. وبعدين شايفين السهم ده اللي انا حطه هنا، السهم ده انا بنوري على حاجة ان مهما عمل دي في لزقة بحاجة بحبل بسيط قوي خيط اسمه فيلمنت، نيوكلير فيلمنتس. مهم قوي لان في بعض الابنورماليتيز الفيلمنتس دي ما بقاش موجود وتبقى في ابنورماليتيز هنعرفها بعدين. ادي دول بردك دول، شوف صبغه تانية يعني هاي كلهم بنستخدم الليشمان، ولكن بص على حسب الشركات فبيبقى دي كل دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن نيوتروفيل الاربعه دهمت. هنا بردك نيوتروفيل عباره عن 1 2 3 4 سيجمنت، وهنا ده بردك نفس الوضع بردك كده دي نيوتروفيل، وشايفين هنا دي البليتلت وادي دي الار بي سيز. هنا بردك شايفين هنا اهو النيوكليير فيلمنتس، النيوكليير فيلمنتس في بعض التكست بوك يسموها نيوكليير ستوك، يعني لما تبقى يعني عين كده يعني تخين اضخم من كده شويه، فهو ده اللي عليه السهم ده بيبين عليها. وهنا ممكن دي نقولهم عليها دي لسه ما اتحززتش قوي، ممكن واحد يقول عليها ستاف لما ناخدها في الاماتيور، ودي سيجمنتد ودي بردك سيجمنتد سيجمنتد ودي سيجمنتد سيجمنتد سيجمنتد، وهي بردك نيوكليس فيلمنتس وادي سيجمنتد، كل دول سيجمنتد. طب واحد يقول لي دي سيجمنتد، لا مش سيجمنتد، لا دي انا هاخدها بعدين، بس هي جت في السكه كده دي المونوسايتس. لما نيجي ندرسها بعد كده هنبقى عارفين خلاص دي تبقى ستاف ودي سيجمنتد ودي سيجمنتد. بردك الاربعه ده هم عباره عن النيوتروفيل، وكل الافلام دي هتشوفوها ايه تحت الميكروسكوب. دي بردك ستاف ستاف ودي ستاف ودول سيجمنتد، لان السيجمنت الستاف يا جماعه بتبقى لها برسنتج اللي هي اب تو 5% نورمال في البرفير بلاد. بردك كل دول عباره عن حالات نيوتروفيلا. دي مثلا حاله زي كده مثلا كانت حالها فوق ال 100,000 ولكن كلهم عباره عن نيوتروفيل، فدي اسمها ماركت نيوتروفيليا. يبقى كل دي عباره عن ايه؟ حالات ماركت نيوتروفيليا. شايفينها انا بوريكم كل دي افلام علشان ايه؟ نتعود على منظر النيوتروفيل. يبقى دي عباره عن نيوتروفيل
كل دول عبارة عن ايه؟ ماركت نيوتروفيليا. يبقى الفيلم ده اعداده عالية، شايفين دي الواحد يقول ان دي كأنها دي مفصولين، لا مربوطين بايه؟ بالنيوكلير فيلمنتس، ودي هنا استاف، وادي هي دي كده. بعد ما احنا شفنا العديد من اللي هو النيوتروفيل، تعالوا بقى ايه نتفرج تحت الميكروسكوب لايف على السلايدز اللي احنا شفناها دهيت، بس ايه فيديو. في الفيلم ده هنشوفهم فيلم فيه نيوتروفيليا، هتشوفهم كم من نيوتروفيل كتير قوي، يعني مثلا دي نيوتروفيل نيوتروفيل نيوتروفيل، وهنا دي الليمفوسايت، دي بليتلت، وهنا بليتلت برضك تبقى ايه ممكن تكون يعني فوق الليمفوسايت. دي سيجمنتد، ولكن هي كأنها زي ستاف وداخل على سيجمنتد سيجمنت 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 سيجمنتد سيجمنتد سيجمنتد. هنا في خلية برضك، هنا دول الاتنين دول سيجمنتد، ولكن في خلية هي مختلفة. مفيش حد يقول لي دي ليمفوسايت، لا دول عليهم نقط سودة كده، دي بيزوفيل. لما نيجي في محاضرة البيزو هنعرف انواع كتير جدا، ويبقوا انتم تعرفوها خاصة لما تبقى صبغة كويسة. هنا في خليتين، هنا سيجمنتد وسيجمنتد، وشايفين السيجمنتد هنا ما بين الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت فيه شعرة او فتلة ماسكاهم، دي بيسموها نيوكلر فيلمنتس او ستوك، خلاص دي نتيجة وهي ايه بتتحزز. كذلك هنا ما بين المنطقة دي والمنطقة دي في هنا اضخم شوية بيسموها نيوكلر فيلمنتس او ستوك. هنا سيجمنتد سيجمنتد، ودي برضك سيجمنتد، او هي كأنها ستاف وداخلة على سيجمنتد. النظر فيلم هنا هنشوفهم هنا في خليتين، هنا سيجمنتد وهنا سيجمنتد. لو انتوا بصيتوا هنا ممكن تلاقوا هنا السيجمنت هنا هي زيها زي هنا، بس ايه الفرق ما بينها؟ 1 2 3 4 5 6، يعني دي بتبقى ايه يعني شويه هايبر سيجمنتيشن. ولكن ما نقولش ان الظاهره اسمها هايبر سيجمنتيشن، هي الخليه دي فيها هايبر سيجمنتيشن، هنشوفها بالتفصيل في وقتها، بس هي جت يعني ايه يعني قدامنا يعني كده. وهنا برضك دي، كل دي انواع سيجمنتد. ايه اللي يجمعهم؟ هو لون السيتوبلازم اللي موجودين. شايفين كميه السيجمنتد في الفيلم ده؟ دي افلام انا بجيب هنا دلوقتي، دي سيجمنتد، دول دي الاثنين دول مونو، هنا سيجمنتد، هنا ليمفو سيجمنتد. احنا عايزين ايه نشتغلوا مع بعض بحيث ان احنا ايه كلنا نتعلم. دي سيجمنتد دي سيجمنتد سيجمنتد، ودي برضك اماتور سيجمنت، يعني هنشوفوها بعدين لما يجي وقتها. ودي سيجمنتد سيجمنتد سيجمنتد، شايفين الكروماتين قد ايه؟ ده طبعا يعني في ماركت لوكوسيتوزس وماركت ايه نيوتروفيليا. كل دول سيجمنت، بص قد ايه كم السيجمنت قد ايه، يكاد يكون هنا حوالي مثلا يعني 90% في الفيلم ده سيجمنت. خلاص دي خلايا للي مهتم او اسمها ميتا ميلوسايت، هي نفس الكروماتين، بس دي هنشوفها قدام. وفي النهاية اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الحلقة، سواء من الصور او الفيديوهات، واتمنى ان انا توصلني استفساراتكم او تساؤلاتكم، واحنا ان شاء الله نرد عليها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.